السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توضيح آخر حول مادة أخرى طبعا، واليوم مع مادة الكاراجينان. ومادة الكاراجينان تستعمل في كثير من المواد الغذائية المصنعة طبعا، يعني هذه ومادة الكاراجينان تلعب دور مجمد، دور المجمد، وليس المجمد فقط إنما المجمد، وما تدخل كذلك في تجانس المادة الغذائية، فتستعمل في شوكولاتة الحليب، تستعمل في المثلجات الآيس كريم، تستعمل في جميع أنواع الحليب، قد تستعمل لأن الآن الكاراجينان يستعمل في حليب الصويا أو لا، لكن حليب الصويا وحليب اللوز وحليب هذا الرز، كثير من أنواع الحليب التي أصبحت تباع يعني طبعا في الدول الغربية وليس في المغرب، وهذه أنواع الحليب يجب أن تبقى متجانسة، ثم تضاف إلى هذه المواد، يضاف إلى شيء من السكر، شيء من الملح، شيء من الليسيتين، شيء من الجيلاتين، شيء، ولكن الكاراجينان، هذه مادة الكاراجينان تستعمل بكثرة وتستعمل بكثير، يعني في هذه الأشياء اللي فيها دسم، مثل هذه يعني القشطة هذه الكريم، والأشياء التي الآن عليا الدول العربية تستورد القشطة، هذه الكريم تستورد القشطة لأنها تدخل في كثير من الصناعات، وكاين أنواع الأجبان مثل الكوتيج تشيز، جبن الكوتيج، هذا فيه هذه مادة الكاراجينان، قد تدخل كذلك في هذا الميليميتس، هذو اللانش ميتس، هذو يعني النقانق، كذلك النقانق مادة الكاراجينان تدخل فيهم، هذو وقد تستعمل حتى في بعض الدول، يعني وحتى في الدول العربية قد يشتروها الناس وتستعملها النساء في بعض الحلويات، قد تضاف إلى بعض الحلويات لأن عليين، وهذا مادة الكاراجينان والجيلاتين والألجينات والليسيتينين والخميرة الكيماوية والمسائل هذه كلها أصبحت تباع الآن يعني في السوبر ماركت، يعني النساء الآن تقتني هذه الأشياء وتستعملها. فمادة الكاراجينان هذه تستعمل بكثرة في المواد الصناعية، تستعمل حتى في بعض البسكويتات وفي بعض الحلويات اللي فيها جميع الأشياء اللي فيها القشدة كريم، الأشياء هذه فيها يعني فيها الكاراجينان. ثم المواد اللحوم، يعني هذه القنقانق لانش ميتس فيه هذا الكاراجينان. ثم أنواع الأجبان ليست كلها، الكوتاج تشيز كيم كذلك في القشدة، القشدة المخمرة والقشدة الصلبة والقشدة التي تستعمل في الشوكولاتة والتي تستعمل في القهوة والتي تستعمل في كثير من الأشياء، ففيها مادة الكاراجينان هذه. ومادة الكاراجينان مع الأسف الشديد تسبب مسؤولة عن التهابات في الجسم، مادة الكاراجينان مسؤولة عن الالتهابات، ومادة الكاراجينان تحدث انزعاج في الجهاز الهضمي، وهو الآن ما يشتكي منه كل الناس مع الأسف، انزعاجات في الجهاز الهضمي على مستوى المعدة وعلى مستوى القولون، وهناك بعض الباحثين اللي مشاو حتى لسرطان القولون، وهناك يعني أبحاث تتكلم عن الايريتيتين باول ساندروم، هذه يعني التقرحات والالتهابات على مستوى يعني القولون، هذه الاي بي اس معروفة، هذه يعني الدول الغربية تشتكي كثير من هذا الاي بي دي والاي بي اس، يعني الايريتيتين باول ديزيزز هذو. ثم هناك يعني حساسية تحدث كذلك، هي مسؤولة عن الحساسية، ولكن يبقى يعني لماذا نريد أن نوضح هذه الأشياء؟ لأن الآن أصبح الناس يشتكون من الآلام ومن التهابات على مستوى الجهاز الهضمي، والتهابات على مستوى المفاصل، التهابات يعني وآلام في العضلات وآلام في المفاصل، ويعني كثير من الأشياء الآن أصبح الناس يشتكون منها، وهذه الالتهابات عندها أسباب، من جملة الأسباب هذا الكاراجينان، ومسؤول عن هذه الالتهابات. يعني علينا الباحثين في الميدان، يعني نحن نعلم هذه الأشياء ونعلم حتى كيف تسبب هذه الالتهابات، ولكن لا يمكن يعني أن هذه معلومات مبسطة للناس الذين ليس لهم تخصص في الميدان، ولكن الكاراجينان كيف يحدث هذه الأشياء؟ فهناك ميكانيزم يحدث به هذه الأشياء خصوصا على مستوى الجهاز الهضمي. فعليا يجب أن يتأكد الناس، لأن الآن أصبحت لا تستعمل بكثير، لأن كان هناك جمعيات يعني كثيرة، جمعيات حقوقية كثيرة نهضت ضد هذا استعمال هذا الكاراجينان في جميع الدول، ونحن في جمعية حماية المستهلك طبعا عندنا لدينا تحفظ كبير من جميع المضافات الغذائية، من جملة الكاراجينان، لأن الكاراجينان يدخل في المضافات الغذائية. وطبعا تكلمنا عن الجيلاتين وعن الليسيتين، لا يجب أن نتكلم عن الكاراجينان، وربما نتكلم عن الألجينات، لأن هناك الألجينات والبيكتينات كذلك التي أصبحت تستعمل الآن في كثير من الحلويات. فالكاراجينان مع الأسف أن حتى بعض النساء تستعمله في الحلويات في المنزل،
وحتى مثلا في أوروبا مثلا يستعملون هذا الكراكينين حتى في مثلا تهيئ أو صناعة حليب اللوز، حليب اللوز أو حليب الرز أو حليب الحبوب الأخرى. في مثلا بعض الدول مثل المكسيك عندهم حليب الزؤان، هذا الكناري سيدز ميلك، حليب الزؤان، عنده حبوب الزؤان هذه تقشر ثم تطحن ويصنعون منها حليب، هذا يسمى حليب وليس حليب إنما مشروب، ليس حليب هو خاص بالبقر. ثم هذا المادة الكاراجينان هي يعني توجد في كما قلت في المواد المصنعة، المواد المصنعة الترفيهية يعني الشوكولاتات والآيس كريم والمسائل هذه يعني كثير من هذا. فمع الأسف عندنا يعني في هذه الدول المغاربية العربية هذه المحيط هذا كله هو يستورد هذه الأشياء ولا يصنعها، يستورد هذه المواد. وكثير من المستعملين لهذه المواد ما عندهمش ليس لديهم تخصص، فيسمع بأن مادة تجمد ومادة تصلح لكذا أو لكذا فيستعملها، ويجب أن تكون لديهم يعني معلومات كافية، ويجب أن يستوثقوا من هذه الأشياء، ويجب أن يسألوا، لأننا نحن في القرن 21 وقرن التكنولوجيا الحديثة، فيجب على الأقل أن يدخلوا الشبكة العنكبوتية أن يقوموا ببحث وأن يستوثقوا من هذه الأشياء، ولا تستعمل هكذا للمستهلك، لأن حتى هذا بعض الأشخاص الذين يبيعون هذه المثلجات للصغار، المثلجات هكذا بدون يصنعونها في منازلهم بالليل ثم يبيعونها بالنهار، ثم لا ندري هي فيها ملونات حمراء خضراء صفراء يعني هذا، ثم فيها سكر أي سكر، فيها مجمدات أي مجمدات، فيها ماء أي ماء، فيها ولذلك يجب أن تكون هناك مراقبة. فأظن أن على الأقل الصناعة تحاسب، الصناع يحاسبون، ولكن بعض الأشياء الأخرى التي تهيئ في المنازل والتي أصبحت حتى في إطار بعض الجمعيات والتعاونيات أن ليس لها مراقبة مع الأسف الشديد، لأن لماذا؟ لأن علي نراقب ماذا؟ لأن ليس هناك تعليم، حتى الأشخاص الذين يقومون بهذه الصناعة ليس لديهم تخصص وليس لديهم حتى يعني لم يدرسوا لا تكنولوجيا ولا أساليب ولا أي شيء، ولذلك يجب أن لا يعني يجب أن نحذر من هذه الأشياء. والصناعة على الأقل صناعة عندنا طرف نحاسبه ونحمله المسؤولية، وعنده مهندسين وعنده أشياء، ولكن إذا كانت بعض المكونات تخرج من المنازل هكذا لتباع فربما تكون أخطر من هذه المواد، ولذلك نحن نوضح للناس، فنحن لسنا كما نقول دائما مع أي طرف، ولكن سنوضح هذه الأشياء إن شاء الله. ويجب على المستهلك، إن له الحق في المعلومة، يجب على المستهلك أن يقرأ المعلومات، إذا كانت هناك أشياء تباع بدون معلومات أن لا يشتريها، خاص جميع المواد الغذائية يكون عندها معلومات، يكون عندها واحد بيان المعلومات عليها، والأشياء التي تباع في الأزقة وفي الشارع وعلى الأرصفة وهكذا لا تحمل أي شيء، لا عنوان ولا رقم هاتف ولا شيء، فالمستهلك يتحمل مسؤوليته في هذه الأشياء إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.